أهلا بكم من جديد. أفاد مراسل الجزيرة في اسطنبول بأن فريق تحقيق تركيا سعوديا مشتركا سيعاين مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول، وذلك ضمن التحقيقات في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي. قال مصدر في مكتب المدعي العام التركي للجزيرة إن هذه المعاينة ستشمل جميع غرف القنصلية السعودية ومحيطها الداخلي، وأنه سيتم استخدام كافة المعدات والمواد الضرورية للتحقيق، ولن تكون المعاينة بالعين المجردة فقط. يأتي هذا التطور بعد أن شكت جهات التحقيق التركية مما سمتها مماطلة من قبل الجهات السعودية في الاستجابة لطلبها المتكرر بتفتيش القنصلية وبيت القنصل. بعد مماطلة لأيام تسمح السعودية للمحققين الأتراك بدخول قنصلياتها في اسطنبول لإجراء تفتيش جنائي، يبحث الفريق المكون من ممثلين عن وزارتي الخارجية والعدل ومكتب المدعي العام عما يقول إنها أدلة تكشف حقيقة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وتأتي هذه الخطوة بعد محادثات مكثفة بين أنقرة والرياض، فقد استعان العاهل السعودي برجال الجيل القديم بحثا عن مخرج لتسوية قضية خاشقجي. ورغم إصرار الرياض على إنكار رسمي لأي علاقة لها بالحادثة، تراها تتراجع خطوات وتتخلى عن تمنعها وترسل وفودا إلى مسرح الواقعة للمشاركة في التحقيق الذي تقوده السلطات التركية. فبعد يومين فقط من زيارة أمير منطقة مكة خالد الفيصل، أوفدت السعودية رئيس استخباراتها خالد الحميدان إلى أنقرة، وبينما كان الحميدان يبحث مع نظرائه الأتراك سبل التعاون في التحقيق، كان العاهل السعودي يجري محادثات هاتفية مع الرئيس التركي، هي الأولى بينهما منذ تفجر الأزمة في 2 أكتوبر تشرين الأول الجاري. وفقا لوكالة الأنباء السعودية، فإن الملك سلمان أراد تقديم الشكر للرئيس التركي لموافقته على تشكيل فريق تحقيق سعودي تركي مشترك لكشف ملابسات اختفاء خاشقجي، لكن ثمة من يرى أن التحركات السعودية هذه ما هي إلا مساع لإيجاد مخرج دبلوماسي للأزمة يحفظ ماء وجه الرياض بعد الحرج والغضب الدوليين اللذين لم يكونا بحسبان أصحاب القرار السعوديين جراء اختفاء خاشقجي والحديث عن ضلوع المملكة في اغتياله. وإذ يتصاعد الوعيد الدولي وخصوصا الأمريكي للسعودية بأشد العقاب إن تبين أنها قتلت خاشقجي، تلوح الرياض بسلاح النفط وبقدرتها على إشعال أسعاره عالميا إن قررت العدول عن التزامها بزيادة الإنتاج. حساباتنا ليست اقتصادية فقط، يرد نواب أمريكيون وغربيون على التهديدات السعودية. من وجهة نظرهم فإن إرسال فرقة موت لاستدراج صحفي وقتله هو فضيحة تستوجب ردا رادعا. فبمرور الوقت تطول لائحة المقاطعين لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المزمع عقده أواخر الشهر الجاري في الرياض، فقد أعلن كل من الرئيس التنفيذي لمصرف جي بي مورغان ورئيس مجموعة فورد العدول عن المشاركة في المنتدى الذي أطلق عليه اسم دافوس في الصحراء. يتزامن هذا مع انخفاض في قيمة الريال مقابل الدولار هو الأكبر منذ يونيو حزيران 2017. فاختفاء خاشقجي يزيد مخاوف المستثمرين من أن السياسة السعودية أصبحت أكثر غموضا تحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. بالنسبة إليهم فإن الأمر تراكمي، حرب اليمن والخلاف مع قطر والتوترات مع كندا وألمانيا، اعتقال ناشطات حقوقيات، كل ذلك يعطي انطباعا بأن صناعة السياسة في السعودية تتم بشكل متهور. وينضم إلينا من أمام القنصلية السعودية في اسطنبول مراسل الجزيرة عمر خشرم. عمر، إذن تحركت المياه الراكدة بعد طول انتظار، سيكون هنالك تفتيش للقنصلية الليلة، تفتيش كامل ودقيق، حدثنا عما يقوله الأتراك عن هذا التفتيش. نعم، أولا هناك حشد كبير من الإعلاميين المحليين والدوليين ينتظرون وصول فريق التفتيش المشترك السعودي التركي. هناك اهتمام غير مسبوق فعلا، كل صحفي أو مصور أخذ موضعا ينتظر هذا القدوم. طبعا الرأي العام التركي ومع هذا الضخ الإعلامي لوسائل الإعلام المحلية والدولية فعلا أصبح في شوق لمعرفة نهاية هذه الأزمة المتواصلة منذ عدة أيام. طبعا بالعادة في مثل هذه الفرق التفتيش تكون برئاسة وكيل نيابة أو أحد النواب الذين يكونون متابعون هذه القضية. اليوم يتوقع أن يكون على رأس فريق التفتيش نائب المدعي العام،
إضافة إلى وكلاء نيابة مختصين يتابعون هذه القضية منذ البداية. كذلك ستكون هناك فرق البحث الجنائي المتخصصة في كشف مواقع الجريمة بشكل عام، وحسب المعلومات الواردة فأنهم سيستخدمون كل إمكانياتهم وموادهم المتطورة من أجل الوصول إلى أدلة تثبت الادعاءات التي أطلقت لغاية الآن. كذلك سيكون هناك بالتأكيد ممثل عن وزارة الخارجية، إضافة إلى كذلك وفد سعودي وبعض المندوبين الذين لهم علاقة بهذا الموضوع من الجهات المعنية في تركيا. إذن سيكون فريق تفتيش واسع سواء من الجانب التركي أو من الجانب السعودي، ولا أحد يعرف كيف استنتهي عملية هذا التفتيش، لكن يتوقع بعد انتهاء عملية التفتيش أن تصدر تقارير عن الطرفين ترفع إلى الجهات العليا، وبعد ذلك يتم الإعلان هنا وتتلوها عدة تطورات تكون مناسبة لنتيجة هذا التفتيش. إذن حالة الامتنان والترقب ما زالت متواصلة، والجميع ينتظر كما نحن ننتظر والرأي العام ينتظر، يريدون معرفة ما الذي سيصل إليه فريق التفتيش بعد أسبوعين من دخول خاشقجي إلى مقر السفارة. ماذا سيجدون؟ ماذا سيكتشفون؟ كل ذلك سيتم البحث الكشف عنه خلال الساعات المقبلة. نعم صحيح، شكرا جزيلا لك عمر خشرم مراسل الجزيرة من أمام القنصلية السعودية في اسطنبول التي يترقب أن يدخلها فريق تفتيش مشترك اليوم. كما سمعنا من عمر فكان هنالك معلومات كثيرة عن طبيعة هذا الفريق وأنه سيكون برئاسة نائب المدعي العام التركي. ينضم إلينا في الاستوديو السيد عبد الرحمن شمشك الصحفي التركي المختص في الشؤون الأمنية. يعني هذا القرار يأتي بعد أسبوعين من اختفاء جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية. نعلم أن الرواية التركية أنه لم يخرج وأنه ربما قتل داخل القنصلية السعودية. بعد مرور أسبوعين هل فريق التفتيش التركي بالاشتراك مع السعوديين يمكن فعلا أن يكشف ما حدث داخل القنصلية؟ نعم، نحن نتحدث عن أزمة استمرت 10 أيام. تركيا أثبتت بأن جمال خاشقجي دخل إلى القنصلية السعودية وبكاميراتها، لكن لا توجد أي أدلة على خروجه خارج هذه القنصلية. الطب الشرعي التركي والأمن التركي طلب من السعوديين دليلا وإثباتا على خروج هذا الصحفي من القنصلية، إلا أن السعوديين التزموا الصمت على الرغم من العشرات الرسائل التي أرسلت إليهم. تركيا أصرت على أنها تريد أن تدخل القنصلية، وهم في الأول قبل 4 أيام قالوا لنا بأنهم تفضلوا وافحصوا بأعينكم فقط. تركيا رفضت هذا تماما وقالت بأنها يجب أن تدخل وتجري تحقيقا جنائيا بالأجهزة. وتحدثنا فيه كثيرا، لكن أنا أريد أن أعرف بعد مرور هذا الوقت على هذه الحادثة، هل فريق التفتيش التركي بمعداته بمواده الضرورية لكشف الجريمة، ومع العلم أن هنالك فرقا سعودية تدخل القنصلية تقريبا كل يوم، إذا كانت هنالك جريمة فمن الطبيعي أن يتم تنظيف مكان الجريمة من أي أدلة على أدلة اتهام، هل المعدات التي لدى الأتراك يمكن أن تكشف ما حدث رغم كل هذا الوقت؟ لا يمكن لها أن تنظف، الفرق السعودية لا يمكن أن تنظف هذه الأجهزة، هذه الأدلة. تركيا قبل كل شيء تريد دليلا على خروجه خارج القنصلية. تركيا فحصت كل كاميراتها، وأيضا تركيا تريد دليلا على أن هذا الرجل خرج بشكل بالسيارات. طيب إذا الأتراك لديهم معدات يمكن أن تكشف ما حدث، لكن الطلب التركي منذ البداية وحتى بالأمس كان تفتيش بيت القنصل مع القنصلية في وقت متزامن، هل تم الاتفاق مع السعوديين على ذلك؟ evet
تركيا تريد ذلك، تريد أن تجد دليلا، تريد رفضت البحث بالعين المجردة، وهي تستخدم أجهزة DNA التي مهما تم تنظيفها إلا أنها ستجد الدماء أو الشعر أو غيره. هذا هام جدا. وحتى الأمس الملك سلمان بن عبد العزيز اتصل بالسيد رئيس الجمهورية بالأمس وأراد وطلب من رجب طيب أردوغان حل الأزمة بأي شكل من الأشكال، وهذا الإذن لم يصدر إلا بعد الاتصال الهاتفي. لكن وحسب المعلومات التي حصلت عليها من أنقرة، فإن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو من كان يتصل بأنقرة دائما. بالأمس لأول مرة الملك سلمان بنفسه هو من اتصل بالسيد أردوغان وعرض أن يتم حل الموضوع، وهذا دليل على أن ولي العهد بشكل أو بآخر أصبح خارج المعادلة. وأيضا رأى الملك سلمان بعينه بأن تركيا جادة في الموضوع. شكرا جزيلا لك سيد عبد الرحمن شمشك، الكاتب والصحفي التركي المختص في الشؤون الأمنية، شكرا لك. ولمناقشة التداعيات الاقتصادية لقضية اختفاء جمال خاشقجي على الاقتصاد السعودي والانخفاض الكبير في سعر الريال السعودي وقبله انخفاض أسواق أسعار الأسهم انخفاضا قياسيا لم يحدث منذ 4 أعوام، ينضم إلينا من لندن الدكتور محمد حيدر الباحث المختص في الشؤون الاقتصادية. يعني الأسواق عادة حينما تتصرف بهذا الشكل فإنما تعكس فيما يبدو جدية المواقف الدولية إزاء السعودية في قضية جمال خاشقجي، ما رأيك؟ لكن النقطة هنا الغير الواضحة هو حل المشكل ولا كشف الحقيقة؟ يعني حل المشكل هو شيء وكشف الحقيقة شيء آخر، يعني هذه النقطة يجب أن نركز عليها. على أي حال قضية جمال خاشقجي نعم كان لها تداعيات جدا سلبية على المملكة، على الأسواق، على سعر الريال، وهذه الأزمة أخذت الأسواق السعودية إلى مرمى أبعد مما كانت عليه من قبل، وهذا يتعلق بالسياسات التي بدأ يتبعها محمد بن سلمان في قضية يعني في تسيير البلد. يعني لم تكن السوق السعودية عرضة للمخاطر الخارجية بالقدر التي أصبحت عليه الآن. يعني من بعد ما بدأ في استلام هذه السياسات أصبحت الأسواق معرضة لضغوطات كثيرة، لهزات وثقة كثيرة، هناك اعتقالات لرجال أعمال، وهناك لائحة على الأقل حسب بعض الأخوة السعوديين المقربين، هناك لائحة من أكثر من 250 ثري رجل أعمال لا زالت على لائحة محمد بن سلمان، معظمهم خارج السعودية ويرفض الرجوع لأنه يعرف ما هو مصير ثروته، وحوالي 50% من هؤلاء يملك الواحد منهم أكثر من 3 مليارات دولار. إذن هذا البعد الجديد للأسواق السعودية يعني تضيف مزيد من المخاطر على الاستثمارات، إضافة إلى انسحاب عدد كبير من رجال الأعمال ومدراء أو كبار مدراء التنفيذيين للشركات العالمية ورفضهم المشاركة في مؤتمر الرياض المقبل. هذا يجعل السوق أكثر عرضة للمخاطر مما كانت عليه من حوالي 10 سنوات على الأقل. طيب العامل فيما يتعلق بقضية الصحفية السعودية جمال خاشقجي، يعني لماذا قرأته الأسواق بهذا الشكل؟ لماذا قرأته بأنه يؤثر؟ يعني نحن نتحدث عن انخفاضات قياسية في الريال ونتحدث عن انخفاضات قياسية في الأسهم، وحتى أسهم الشركات التي كان لها زي كأحد البنوك في اليابان سوفت بانك فيما أعتقد، نحن نتحدث عن تأثر كبير لقتل صحفي تحوم الشبهات حول السعودية في قتله. لماذا كل هذا الأثر لمثل هذه القضية على الأسواق السعودية؟ تقول أنه ربما يكون سياسات محمد بن سلمان، لكن يبدو أن هنالك قراءة أن الوضع غير مستقر، هنالك عدم استقرار في الحكم في حد ذاته إذا كان يسير بهذه الطريقة. صحيح، لكن لماذا قضية الصحافي خاشقجي؟ يعني نحن مرات بنقول أنه بتكون في ضغوطات ولكن يمكن إبرة صغيرة هي اللي تفجر الموضوع، فبالتالي أتت هذه القضية
لتثبت مجددا أن هناك نوع، هناك عدم ثقة ما بين الجمهور، بغض النظر إذا كان جمهور سياسي أو جمهور إعلامي أو جمهور اقتصادي. وهذا ما يثير المسألة، يعني أنه يعني القادم إلى الانهيار. بس ولكن بأي شكل، كيف هي التداعيات في الأسواق؟ نرى أنه التداعيات في الأسواق عندما يخسر السوق في شهر أيلول أكثر من 1,200,000 ريال، والآن تعود مجددا الخسارة إلى حوالي أكثر من 3 مليارات، يعني 7% من تراجع السوق. هذه خسائر لا يمكن أن تعوضها، يعني إذا كان هناك عمليات بيع جديدة هذا لا يعني أن الخسارة عوضت. نعم هناك عمليات بيع، ولكن الثقة لا يمكن أن تبنى بهذا الشكل. أنت تهدم الجسر بيوم ولكن لا يمكن أن تبنيه بيوم. فبالتالي هذه الجسور التي تربط المملكة اقتصاديا إعلاميا وغيرها بدأت بهذا الانهيارات نتيجة هذه السياسات. شكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد حيدر الباحث المختص في الشؤون الاقتصادية ضيفنا من لندن، شكرا لك. وبهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه النافذة، وهي آخر نافذة لي، تتسلم الرأي الزميلة سلمى الجمل بعد ذلك لمتابعة هذه القضية. نعود بعد ذلك إلى الدوحة والزميلين توفيق ووسيلة، فإلى اللقاء في أمان الله. شكرا لزين ولكل الزملاء في تركيا. ما زلنا مع تداعيات اختفاء خاشقجي، حيث قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه بوريل إن العالم بأسره يتطلع لمعرفة ظروف اختفاء الصحفي السعودي. وطلب المسؤول الإسباني قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في لوكسمبورغ بفتح تحقيق لمعرفة مصير خاشقجي. نتفق تماما مع موقف السيدة موغريني على ضرورة الكشف عن ملابسات اختفاء الصحفي السعودي. ينبغي أن تباشر السلطات التركية بتعاون مع نظيرتها السعودية تحقيقا لمعرفة الحقيقة. هذا أمر لا خلاف عليه، نريد أن نعرف ما الذي وقع، وهذا ما يطالب به العالم بأسره. من جانبها قالت مسؤولة الأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني إن اجتماع وزراء خارجية مجلس الاتحاد سيبحث قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وأكدت موغريني في تصريحات صحفية قبيل الاجتماع في لوكسمبورغ أن الاتحاد يأمل أن تجري السلطات السعودية تحقيقات شفافة في حادث اختفاء خاشقجي. يتوقع الاتحاد الأوروبي إجراء تحقيقات كاملة من سلطات المملكة العربية السعودية والتعاون الكامل مع السلطات التركية بما يتماشى مع ما عبر عنه أيضا شركاؤنا الرئيسيون وحلفاؤنا بشكل رئيسي في واشنطن، ولكن أيضا في أماكن أخرى. نتوقع ونأمل أن تكون هناك شفافية ووضوح تام لما حدث. نعم سأبحث هذا بالتأكيد مع الوزراء في مستهل اجتماعنا.